سوا 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 على الهواء ياتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير صباح الخير أمريكا أمريكا من يوم اللي اتكون يا وطن الموج كنا سوا يمكنكم الآن متابعة برنامج سوا على الهواء على قناة ميوزك لايف عبر الدش نتورك شانل 633. البرنامج يبث لمستمعين يوم الثلاثاء الساعة 8 صباحا حسب التوقيت الشرقي للولايات المتحدة في ميشيغان وتوليدو وأوهايو ووينزر كندا على الموجة المتوسطة WNZK 690 AM، ولمستمعين في مناطق واشنطن وفرجينيا وميريلاند على الموجة المتوسطة WDMV 700 AM. يمكنكم الاستماع للبرنامج عبر الاتصال من أي هاتف على الرقم 702-489-0120. يتلقى البرنامج اتصالاتكم مباشرة من داخل الولايات المتحدة على الهاتف رقم 248-557-3300، الإضافة عبر سكايب US Arab Radio. للاستماع للبودكاست usshammedia.com. تابعوني أنا محمد عبد الظاهر في حلقة اقتصادية جديدة من برنامجكم الاقتصاد اليوم، نلقي فيها الضوء على أبرز القضايا والأحداث الاقتصادية وحرس الأسواق المالية في أمريكا والشرق الأوسط. يذاع إليكم عبر برنامجكم سوا على الهواء من ميشيغان وواشنطن، والذي يبث على الموجة المتوسطة من ميشيغان WNZK 69 AM ومن واشنطن WDMV 700 من الساعة 8 إلى الساعة 9 صباحا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية. تابعونا فدائما لدينا الجديد. السيدات والسادة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاقتصاد اليوم، ودائما معكم محمد عبد الظهر. الصراعات والنزاعات بمنطقة الشرق الأوسط ما زالت تتسع رقعتها غربا وشرقا شمالا وجنوبا، من ليبيا إلى العراق إلى سوريا واليمن، مسلسل مستمر مما يزيد من حجم عدد عدم الاستقرار وينذر بهروب أو عزوف الاستثمارات الأجنبية والإقليمية عن المنطقة. ليبيا تخسر أكثر من 200 مليار دولار منذ العام 2011، وسوريا ما يقارب من 300 مليار دولار، والعراق ما يزيد على 100 مليار دولار، واليمن أخيرا تخسر ما يقارب من 50 مليار دولار وفقا لبعض التقديرات الدولية والمحلية. من المسؤول عن تلك الخسائر؟ ومن يعيد إعمار تلك المناطق؟ وما هو مستقبل الاستثمارات في المنطقة العربية في حال استمرار مثل تلك الصراعات؟ السيدات والسادة، كل ذلك والمزيد نناقشه في حلقة اليوم من الاقتصاد اليوم، ومعي مباشرة من بغداد السيد درغام محمد علي رئيس مركز الإعلام الاقتصادي بالعراق، وفي الاستوديو من ميشيغان السيد عبدالملك المثيل كاتب صحفي وناشط سياسي، ومن دبي معنا المحلل المالي والاقتصادي نايل الجوابرة، ومن اليمن أيضا سوف يلتحق بنا السيد مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي والخبير الاقتصادي اليمني. أهلا بكم جميعا وأهلا بضيوفنا على الهواء. يعني في البداية يعني أبدأ من بغداد السيد درغام، كيف يمكن لنا أن نقدر خسائر الصراعات الدائرة في منطقة الشرق الأوسط يعني خلال الأربع أو الخمس أعوام السابقة حتى يومنا هذا؟ من الصعب إعطاء إحصائية دقيقة على هذا على المبالغ كاملة، لكنه هناك يعني خسائر مركبة، خسائر في البنية التحتية، خسائر في الممتلكات، خسائر في الاستثمارات، خسائر في الصناعات، إضافة إلى ذلك خسائر في صادرات تلك الدول التي تعرضت إلى الحروب،
سواء الصادرات البترولية أو الصادرات التقليدية. جميع تلك الخسائر يعني تفوق المبلغ 200 مليار دولار اللي ذكرت حضرتك بسبب كون العراق وسوريا دولتين يعني نفطيتين خسرت الكثير من النفط على مدى عدة سنوات بسبب الأعمال الإرهابية التي تواجهها وحالات الحرب التي تعيشها تلك البلدان. فبالتالي أن هذه الخسائر وكذلك ارتدت عليها هذه الخسائر، أي بمعنى أن العناصر المسلحة أخذت هذا النفط وضاعته لصالحها، مما أدى إلى حدوث أضرار مضادة يعني بأموالها بأموال تلك الدول، حصلت خسائر مركبة. لذلك العملية معقدة جدا والخسائر كبيرة يعني جدا. يعني سيد درغام لو حاولنا أن نجد رقما تقريبيا يعني علاوة على خسائر النفط والخسائر في البنى التحتية، هل نستطيع أن نقول أن خسائر في المنطقة العربية خلال خمس سنوات سبقت أو حتى حركات أو ثورات كما يسمونها الربيع العربي قد تصل إلى نصف تريليون دولار أو ما يقارب من هذا الرقم؟ يعني إذا احتسبنا الاستثمارات بعيدة المدى التي كان ممكن أن تأتي خلال هذه السنوات الخمس مضافة إلى خسائر البنية التحتية وخسائر الأسلحة التي تم استهلاكها خلال الحرب على الإرهاب وكذلك تعطيل المصالح والخسائر الفردية للأفراد والمؤسسات، فإن الرقم يقترب من هذا الرقم كون إعادة إعمار تلك البلدان وإعادتها إلى المسار الصحيح واستقطاب استثمارات بالحجوم التي كان من الممكن أن تأتي بها خلال الفترة الماضية وإعادة إنعاش السياحة يحتاج إلى مبلغ مقارب، كون الضرر لم يلحق بمبلغ عربي واحد وإنما مجموعة بلدان عربية دمرت بنيتها التحتية بشكل شبه كامل. حاليا صادرات النفطية تتراوح بين متوقفة وبين يعني متقلصة كما يحصل في العراق. حاليا كان المنفذ من نفط كركوك عبر الموصل ويذهب إلى تركيا حاليا متوقف، والتصدير فقط عبر أقليم كردستان وعن طريق البصرة. في حين سوريا تقلص صادرات النفطية بشكل كبير جدا الآن شبه معدومة. في سوريا أيضا في اليمن صادرات النفطية متوقفة. فهذه كلها خسائر تضاف إلى خسائر البنية التحتية وإلى الخسائر البشرية، أيضا العنصر البشري أيضا يقيم على أنه خسائر يعني. فكذلك الاستثمارات والسياحة وعدة حقول، لذلك من الصعب حصر حجم الخسائر إلا بعد أن تضع الحرب أوزارها وتستقر تلك البلدان لإحصاء ما فقدته تلك البلدان وكم المبالغ التي تحتاجها لإعادة تأهيل بنيتها التحتية وإعادة ثقة المستثمرين. حتى يعني على صعيد كلفة النقل حاليا تلك البلدان كلفة النقل تضاعفت بسبب كونها تعتبر مناطق حرب، حيث أن زيادة مبالغ التأمين انعكست سلبا أيضا على واقعها. التضخم في حجوم العملة في تلك البلدان أكل الأخضر واليابس. يعني أستاذ الغامة يعني أنا سوف أتطرق لاحقا إن شاء الله حول الوضع العراقي، فسوف أحتاج تفصيلا إلى تلك الأرقام، لكن يعني دعني أوجه سؤالي يعني ذات البعد السياسي أكثر للسيد عبد الملك المثيل، وهو الكاتب الصحفي والنشط السياسي في الاستوديو من ميشيغان. سيد عبد الملك أهلا ومرحبا بك، هل تسمعني؟ نعم أسمعك، أهلا وسهلا. يعني هل يمكن ربط مثل تلك الصراعات والنزاعات بتقلب أسعار النفط عالميا، وكيف يمكن قياس ذلك؟ ممكن توضح السؤال أكثر لو تكرمت؟ هل يمكن ربط الصراعات والنزاعات في منطقة الشرق الأوسط بتقلبات أسعار النفط عالميا؟ من المؤكد طبعا، لأن الصراعات التي تتم الآن في الشرق الأوسط ترتبط عمليا بالتحركات السياسية وبالرغبات السياسية التي يسعى كل طرف من خلالها أن يفرض نفسه على الواقع ويفرض أجندته السياسية، وللأسف يذهبون بدرجة كبيرة إلى رفع أسعار النفط تارة ونقص أسعار النفط تارة أخرى، وبالمؤكد أن ذلك بكل أسف ومرارة يؤدي إلى تأثير اقتصادي غير عادي على شعوب المنطقة بالتحديد. ولا يمكن أن أقول أنا من وجهة نظري الشخصية أن هنالك أفكار سياسية معينة موجودة لدى الأنظمة العربية خاصة التي
التي تذهب لمدى بعيد في اللعب بالورقة الاقتصادية من أجل أن تؤثر على دولة والدولة تعمل بشكل أو بآخر على تأثير اقتصادي من أجل أن تؤثر على الدولة الأخرى كردة فعل، لم يحسبوا حساب شعوب المنطقة ولم يفكروا أبدا في أن هذه الخطوات السياسية تؤدي إلى ضرر غير عادي على المنطقة برمتها. نعم استاذ احمد، لكن لو نظرنا الى الوضع السياسي سيد عبد الملك في منطقه الشرق الاوسط، يعني هناك صراعات غربا وشرقا شمالا وجنوبا، كيف يمكن ان تصف يعني في عجاله يعني طبيعه تلك الصراعات، يعني سواء لو تطرقنا الى العراق الى ليبيا الى اليمن وانت يعني خبير في الشان اليمني اكثر، الى سوريا، كيف تصف تلك الصراعات في الوقت الحالي؟ هي صراعات للأسف الشديد. أنا كنت أتمنى وقلت هذا الكلام في أكثر من مرة أن تبقى هذه الصراعات مؤطرة في الإطار السياسي، لا تأخذ البعد الطائفي والبعد الإقليمي الذي يسعى لفرض أجندته في المنطقة. مثلا بالتحديد عندنا في اليمن، حتى لا أتحدث في شيء لا أعرفه في كثير من بعض البلدان العربية، عندنا في اليمن هنالك صراع إيراني سعودي، هنالك صراع موجود على مستوى الداخل، هنالك صراع يسعى كل طرف في الداخل أن يفرض أجندته من أجل السيطرة على الحكم، وهذه الأجندة معتمدة على أياد خارجية تحاول العبث في البلد. الوضع الاقتصادي مثلا عندنا في البلد تأثر كثيرا بالتحركات السياسية التي تتم. في النهاية لا إيران ستهتم بمصلحة الشعب اليمني ولا حتى الخليجيون أيضا لهم أبعاد للتأثير الاقتصادي بحيث يؤدي إلى رفاهية موجودة لدى الشعب اليمني. المسألة برمتها تعتمد على فرض أجندات معينة، تعتمد على فرض قوى تخدم هذه الصراعات التي تغذى من قبل الخارج. وفي نهاية الأمر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أقول أنا أن هذه الصراعات التي للأسف الشديد يتقبلها الأيادي في الداخل وتنظر إليها الأيادي التي تعبث في المنطقة ستؤدي إلى أي ردة فعل بالإمكان تؤدي إلى تحسن اقتصادي، لأننا إن نظرنا مثلا إلى اليمن وضعها الاقتصادي مدمر في السابق، لا يوجد في الأساس، أنا لست خبيرا اقتصاديا لكن من خلال المعلومات البديهية والبسيطة تستطيع أن تقول أن هنالك دراسات اقتصادية تعتمد على منهج علمي يؤدي إلى بناء اقتصاد قوي في البلد. في الفترة الأخيرة هربت كل الاستثمارات الداخلية، هربت كل الاستثمارات الخارجية، ولم تقم القوى التي تحكم في البلد في خلال الفترة الأخيرة بإيجاد بدائل، مما أدى إلى انهيار اقتصادي أثر على حياة الناس بصورة لا يمكن أن يصفها الإنسان، إلا أن اليمن الآن اقتصاديا تعيش خارج الوضع بنفسه. البعد الطائفي يلعب دورا كبيرا، ليس في اليمن، موجود في سوريا، موجود أيضا في العراق، موجود في كثير من المناطق، واعتقد أن المملكة العربية السعودية، النظام في السعودية والنظام في إيران يتحملان المسؤولية الكبيرة في كل ما يحدث الآن من صراعات سياسية أدت إلى انهيار اقتصادي في المنطقة برمتها. نعم، وصلت فكرتك عزيزي عبد الملك. يعني انضم إلينا من اليمن الآن السيد مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي والخبير الاقتصادي في الشأن العربي والشأن اليمني. سيد ناصر تسمعني؟ سيد مصطفى تسمعني؟ أي نعم أنا أسمعك. نعم يعني انضم إلينا السيد ناصر، وانضم أيضا إلينا السيد نايل الجوابرة من دبي. نايل تسمعني؟ أهلا وسهلا يا مرحبا أسمعك. نعم يعني سيد نايل وسيد ناصر، نحن نتحدث في اليوم عن حلقة عن خسائر الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط اقتصاديا، كيف أثرت تلك الصراعات على الاستثمارات الأجنبية وعلى النمو الاقتصادي داخل تلك المنطقة. لكن يعني دعونا نرجع بعد فاصل قليل حول تلك الخسائر، يعني أرجو أن يعني نحاول أن نوجز ما هي طبيعة تلك الخسائر الاقتصادية، ولكن بعد فاصل من الآن. commercial break please. إذا كنت امرأة عاملة وتبحثين عن مكان آمن بيئة صحية
صحية تعليمية وتربوية متكاملة لأبنائك، إذن لابد أن تزوري حضانة Dreamy Children Centers، مؤسسة تعليمية تربوية تقدم كافة الخدمات والبرامج الخاصة لأطفالكم من سن الرضا وحتى سن 12. تعمل Dreamy Children Centers لأطفالكم على مدار العام وتقدم لأبنائكم برامج متميزة مع خدمات النقل والترفيه، مجازون من قبل ولاية ميشيغان ويقبلون FIA وبرنامج مانتوسوري. تقدم وجبات غذائية صحية أسعارهم مناسبة ومدروسة. تفتح Dreamy Children Centers من الاثنين وحتى يوم الجمعة من 6 صباحا إلى 6:30 مساء. اسألوا عن البرنامج التعليمي المجاني لعمر 4 سنوات أو زوروهم على 37373 ديكواندر رود في مدينة تروي. للمعلومات اتصلوا على 248-680-9170 248-680-9170 Dreamy Children Centers، المدرسة الحلم لأبنائكم. It's never too early to get your child on the right track. From their first words to first grade, Dreamy Children's Center in Troy works closely with parents to provide an experience that goes beyond early education. The highly qualified and experienced staff use a variety of programs that can help nurture important personality traits like responsibility, independence, problem solving, motivation, and respect. They also have educational programs ranging from preschooling for infants, toddlers, transitional toddlers, and pre-K to Montessori-approved programs and bilingual curriculums for young children. They're open from 6 a.m. to 6:30 p.m., can provide breakfast, lunch, and dinner with snacks in between, and can also arrange for after-school pickup. Dreamy Children's Center in Troy is located at 37373 DeQuinder, just above 16 Mile Road, and can be found on Facebook at Dreamy Children's Center. Ask about the free preschool program. Call today, 248-680-9170, 248-680-9170. تابعوني، أنا محمد عبد الظاهر والاقتصاد اليوم في سوا على الهواء من ميشيغان وواشنطن. الثلاثاء الأخير من كل شهر. أهلا بعودتكم من جديد في حلقة اليوم من الاقتصاد اليوم، حول الصراعات في الشرق الأوسط وأثرها على خريطة الاستثمار في المنطقة. ومعي على الهواء مباشرة السيد درغام محمد علي من بغداد، وفي الاستوديو من ميشيغان السيد عبدالملك المثيل، ومن دبي المحلل المالي نايل الجوابره، ومن اليمن انضم إلينا أخيرا السيد مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي. يعني سيد نايل، هل تسمعني؟ نعم أسمعك سيد نايل. يعني نحتاج باعتبارك محلل مالي مختص في الشأن الخليجي أكثر، هل يمكن لنا أن نقدر خسائر الصراعات الدائرة في المنطقة الشرق الأوسط؟ هل هناك رقم محدد؟ هل هناك قطاعات معينة تأثرت؟ هل هناك يعني دلائل على نتائج تلك الصراعات أو النزاعات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لو تحدثنا عن الصراعات أو الأرقام، فلا توجد أرقام محددة، لأنها بمئات المليارات، مئات المليارات من الخسائر في منطقتنا، منطقة الصراعات، بسبب الصراعات الموجودة حاليا. الصراعات أدت إلى خسائر بالمليارات لا تقدر بثمن، صار عليها أول المناطق التي لا توجد لديها صراعات، بسبب أن هناك ضغط أيضا من جميع القطاعات على هذه المناطق. لو اتجهنا إلى دول الخليج، هناك أيضا يعني انخفاض في جميع القطاعات بسبب الصراعات الموجودة في المنطقة. لو اتجهنا من جهة اليمن، من الشمال، من سوريا، أيضا من مصر، فهناك جميع الصراعات تؤثر. أستاذ نايل، هل يمكن أن نحدد قطاعات بينها؟ يعني السيد درغام حدد قطاع النفط منذ قليل، وأيضا حدد قطاع المشروعات في البنى التحتية، فهل لك أن يعني تلقي الضوء على بعض هذه القطاعات؟ ممكن أن نلقي أيضا على السياحة هناك قلت أيضا في المناطق، في المناطق الصراعات هناك لا توجد سياحة في المناطق الصراعية. حتى لو اتجهنا مثل ما تفضل ضيفك أن النفط أيضا كانت هناك صراعات قوية منذ 6 أشهر إلى انخفاض هذه
الأرقام هذه الأسعار، الأسعار أيضا كانت هناك دلائل على أن هناك بالدخل المحلي، الدخل المحلي سوف تنخفض، وانخفاض هذا الدخل المحلي سوف يؤثر على القطاعات في دول الخليج، وخاصة أيضا في اللي هي في البنية التحتية وقطاعات حيوية في منطقة دول الخليج بشكل كبير. انخفاض أسعار النفط يؤثر عليها بشكل كبير بسبب أن هناك تعتمد اعتماد تقريبا كلي إلى لو اتجهنا إلى أسعار النفط. نعم أخي نايل. يعني أستاذ مصطفى نصري، يعني رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي باليمن، هل يمكن أن نحدد قطاعات أو مبالغ معينة خسرها الاقتصاد اليمني خلال فترة الشهرين الماضيين؟ يعني بعض التوقعات وصلت إلى 50 مليار دولار خسائر في الاقتصاد اليمني، يعني هل أن تلقي الضوء على بعض هذه القطاعات؟ أهلا وسهلا بك وبالمستمعين الكرام. فعلا الوضع الاقتصادي في اليمن دخل مرحلة الانهيار بشكل يعني كامل خلال المرحلة الماضية، وهو ما كنا نحذر منه في الحقيقة قبل تقريبا شهرين. الآن الخسائر الاقتصادية كبيرة للغاية. نحن رفضنا خلال الأسبوع الأول من بعد عاصفة الحزم كانت تقريبا في حدود مليار دولار، الآن التوقعات تشير إلى أكثر من 5 مليار دولار في خسائر مباشرة يعني تكبدها الاقتصاد اليمني خلال أقل أو سيد مصطفى صوتك ضعيف، يعني هل من فضلك أن ترفع الصوت؟ قلت أن الاقتصاد اليمني الآن يعاني من انهيار كبير بسبب الأحداث الراهنة. أكثر من نحن رفضنا خلال الأسبوع الأول فقط من عاصفة الحزم تقريبا كانت الخسائر وصلت إلى مليار دولار. اليمن خسر كثير الآن بفعل الأوضاع الراهنة، ويكاد يكون هناك حالة شلل اقتصادي. زادت نسبة عدد المواطنين الذين هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة إلى أكثر من 12 مليون شخص، أي أن الفقر تجاوز أكثر من 65% من السكان الذين يعيشون على. يعني كان في هناك تقرير سيد مصطفى الأمم المتحدة، أتذكر هذا التقرير كان نهاية ديسمبر العام الماضي، أكد أن نسبة البطالة في اليمن وصلت إلى ما يقارب 60%. يعني ما هو الحال الآن بعد الاضطرابات الأخيرة؟ الآن نسبة البطالة يعني تقترب من أكثر من 75% بين العاملين. الآن كثير من الشركات الآن متوقفة. الاقتصاد الوطني الآن يعني تقول تقارب 75%. يعني أنا يعني أستطرد يعني جزء هام، يعني أتراجع في أن التقرير الأمم المتحدة حدد فئة عمرية الشباب من تقريبا من 21 إلى 35 هذه النسبة، لكن ليس نسبة عامة في اليمن. لكن الرقم الذي أبلغتنا به الآن، هل هذا نسبة عامة أم هي الفئة العمرية الشبابية في التي ذكرت في التقرير؟ لا، أنا أتحدث عن الفئة العمرية التي تعمل، وهذه الإحصائيات عادة التي تتم عليها. أيضا هناك إشكالية أخرى في البطالة، هي مشكلة مركبة في اليمن وربما في كثير من دول العربية. أيضا هناك بطالة سافرة، وهي ما يسمى بالبطالة من هم في سن العمل ولم يجدوا فرصة عمل للعمل. وهناك أيضا بطالة مقنعة، وهي الموظفين في إطار جهاز الدولة، وهؤلاء لا يعملون شيء. يعني على سبيل المثال، يعني عدد الموظفين في الدولة تقريبا 1,200,000 موظف، لكن نسبة من يعملون فعليا لا يتجاوز 300,000 موظف. وبالتالي هناك بطالة أيضا مقنعة، هذه لا تدخل ضمن الأرقام. لكن عموما الاقتصاد الوطني الآن، الاقتصاد اليمني يعاني من حالة انهيار تام. خسائر البلد على سبيل المثال خلال الفترة الماضية في قطاع النفط فقط وصلت إلى 5 مليار دولار. الآن يعني قطاع النفط توقف بصورة شبه كاملة. القطاع السياحي أيضا هو متوقف من عام 2011.
القطاعات أو حتى الشركات القطاع الخاص الآن في عدن وفي تعز وفي صنعاء وفي غيرها هي متوقفة الآن. الاقتصاد الوطني الآن أو اليمني فقط هو يدفع مرتبات وأعلنت وهناك أنباء عن أن الحكومة قد لا تستطيع أن تدفع مرتبات أبريل ومرتبات أستاذ مصطفى. هل هناك أستاذ مصطفى هل هناك رقم محدد حول حجم الاحتياطي داخل البنك المركزي؟ هل هناك رقم محدد حول التضخم خلال الثلاث أشهر السابقة يمكن أن نطلعه للمستمعين؟ نعم، بالنسبة للاحتياط النقدي من العملات الأجنبية هو في تناقص مستمر، وصل إلى 4.3 مليار دولار، وهو باستمرار يتناقص بفعل أنه لا توجد صادرات أو لا توجد يعني مصادر للعملة الأجنبية الصعبة. هي كانت تعتمد اليمن على النفط بنسبة 75%، الآن هناك توقف لهذا القطاع بصورة شبه كاملة. أيضا بالنسبة تبقى فقط عائدات المغتربين، وهي أيضا هناك ضغوط كبيرة وقيود كبيرة على التحويلات في المرحلة الراهنة. بالنسبة لنسبة التضخم من خلال رصدنا الميداني تفاوتت نسبة التضخم من محافظة إلى أخرى، وصلت إلى نسبة 50% في بعض المحافظات، ووصلت إلى نسبة أيضا 15-30% في محافظات أخرى. الآن في المشتقات النفطية وصل سعر البنزين إلى أكثر من 1000%. نعم شكرا سيد مصطفى، أنا أعطانا فكرة موجزة عن الوضع الاقتصادي في اليمن. يعني أحاول أن أربط أيضا بالوضع السياسي من الناحية الاقتصادية مع السيد عبد الملك المثيل. سيد عبد الملك، بعد أن سمعت هذه الأرقام وهذا الواقع اليمني، هل من مخرج سياسي إنقاذا للوضع الاقتصادي في اليمن؟ أعتقد أن الأستاذ والزميل العزيز مصطفى وضع النقاط على الحروف فيما يخص الاقتصاد اليمني، وقدم بأرقام وهو الخبير والأستاذ العزيز في هذه الناحية. المخرج السياسي طبعا مطلوب، لأن دائما وأبدا الاقتصاد يتأثر بالتصرفات السياسية للقوى اليمنية بالتحديد، حتى أنها استثمرت كل الموارد الاقتصادية سواء التي الموجودة في الداخل أو التي تأتي من الخارج في محاولة فرض هيمنتها بالقوة، بشراء الولاءات، بالتأثير أيضا على معيشة الناس. الحل السياسي في النهاية هو الذي سيؤدي إلى استقرار اقتصادي. الصراعات السياسية دائما تؤدي إلى خلل أمني، والخلل الأمني دائما يؤدي إلى عدم شعور المستثمر وعدم شعور حتى الدول التي تريد أن تستثمر بالأمان. وجود الأمان هو المرتبط، هو الرابط الكبير والرابط الأساسي المقنع للإنسان، للمستثمر، للشركات بوضع أموالها في أي بلد. اليمن للأسف الشديد يحتاج إلى حل سياسي عاجل، والحل السياسي يتمثل في تنازلات كبيرة يجب أن تقدمها مختلف القوى السياسية. يجب أن تنظر إلى مصلحة الشعب اليمني، يجب أن تنظر إلى أن المواطن اليمني الآن يعيش لقمة، لا يجد لقمة العيش. ربما أن الميزة الوحيدة التي لم يراها العالم في الوضع اليمني الآن في المشهد السياسي في تأثير الصراع والحروب، أن كثير من الذين يعيشون في المدن هم أصلا أبناء أرياف. أبناء الأرياف الآن عادوا إلى مناطقهم. لو سلط الضوء على هذه الناحية وكيف يعانون الآن، لا يوجد ماء، لا يوجد كهرباء، لا توجد خدمات صحية، لا يوجد حتى نفط. الآن الناس يقطعون مسافات هائلة من الأرياف إلى المديريات ليحصلون على الأساسيات، وأقول الأساسيات، أهم الأساسيات لكي يعيشوا. والإنسان في النهاية الاقتصاد هو مرتبط بمعيشته. الحل السياسي الآن هو مطلوب، والمطلوب الأهم والعاجل في اليمن من أجل أن يبدأ إعمار البلد، ومن أجل أن تبدأ مرحلة جديدة. أعتقد أنها يجب أن تنظر في شقيها الأساسيين إلى وضع سياسي يؤدي إلى ازدهار اقتصادي في البلد. والمواطن اليمني في النهاية، وأعتقد أن الأستاذ مصطفى والكثير يعرفون ذلك، يركز تركيز شديد ومهم على أساسياته، لا يسعى إلى الرفاهية. شكرا سيد عبد الملك، يعني وصلت الفكرة الخاصة بالوضع أو المخرج السياسي للوضع الاقتصادي الراهن في اليمن. يعني نتحول الآن إلى الوضع العراقي، كيف أثرت تلك الصراعات على الوضع الاقتصادي العراقي مع السيد درغام؟ لكن دعونا نأخذ فاصل قصير ونعود إليكم مرة أخرى.
commercial break, please. إذا كنت امرأة عاملة وتبحثين عن مكان آمن بيئة صحية تعليمية وتربوية متكاملة لأبنائك، إذا لابد أن تزوري حضانة Dreamy Children Centers، مؤسسة تعليمية تربوية تقدم كافة الخدمات والبرامج الخاصة لأطفالكم من سن الرضاعة وحتى سن 12. تعمل Dreamy Children Centers لأطفالكم على مدار العام وتقدم لأبنائكم برامج متميزة مع خدمات النقل والترفيه. مجازون من قبل ولاية ميشيغان ويقبلون FIA وبرنامج مانتوسوري. تقدم وجبات غذائية صحية أسعارهم مناسبة ومدروسة. تفتح Dreamy Children Centers من الاثنين وحتى يوم الجمعة من 6 صباحا إلى 6:30 مساء. اسألوا عن البرنامج التعليمي المجاني لعمر 4 سنوات أو زوروهم على 37373 ديكوندر رود في مدينة تروي. للمعلومات اتصلوا على 248-680-9170 248-680-9170. Dreamy Children Centers، المدرسة الحلم لأبنائكم. It's never too early to get your child on the right track. From their first words to first grade, Dreamy Children's Center in Troy works closely with parents to provide an experience that goes beyond early education. The highly qualified and experienced staff use a variety of programs that can help nurture important personality traits like responsibility, independence, problem solving, motivation, and respect. They also have educational programs ranging from preschooling for infants, toddlers, transitional toddlers, and pre-K to Montessori-approved programs and bilingual curriculums for young children. They're open from 6 a.m. to 6:30 p.m., can provide breakfast, lunch, and dinner with snacks in between, and can also arrange for after-school pickup. Dreamy Children's Center in Troy is located at 37373 DeQuinder, just above 16 Mile Road, and can be found on Facebook at Dreamy Children's Center. Ask about the free preschool program. Call today, 248-680-9170, 248-680-9170. تابعوني أنا محمد عبد الظاهر والاقتصاد اليوم في سوا على الهواء من ميشيغان وواشنطن الثلاثاء الأخير من كل شهر. أهلا بعودتكم من جديد في حلقة اليوم من الاقتصاد اليوم، وموضوعها الصراعات في الشرق الأوسط وأثرها على خريطة الاستثمار في المنطقة. يعني قبل الفاصل قد توجهت إلى السيد درغام محمد علي من بغداد. سيد درغام، يعني قدرت بعض التقارير الدولية خسائر العراق منذ خلال 4-5 عوام السابق ما يقرب من 200 مليار دولار. كيف تفسر لنا هذا الرقم، وكيف تضع يدك على أهم القطاعات الخاسرة في هذا في خلال الأعوام السابقة؟ بعد سقوط الموصل بيد الإرهاب داعش، أن حفر الإرهابيون على معدات عسكرية تكفي تجهيز 4 فرق عسكرية، وهذا هو كان الخسارة الكبرى، هي هذه المعدات العسكرية، إضافة إلى خسارة البنية التحتية في محافظة نينوى ومحافظة الأنبار ومحافظة ديالى ومحافظة كركوك. هذه المحافظات أيضا تعرضت إلى خسائر كبيرة بسبب وجود داعش فيها، حيث دمر البنية التحتية وكذلك أوقف النشاط الاقتصادي فيها وحول نشاطها الاقتصادية إلى مسارات تخدم سياساته. إضافة إلى ذلك خسارات في القطاع الزراعي وخسارات في القطاع الاستثماري وتوقف تلك المشاريع، تدمير بنيتها التحتية. المعارك أيضا استنزفت جزء كبير من موازنة الدولة، مشاريع كثيرة توقفت، أيضا حتى إمدادات النفط خسائر كبيرة تقدر ب 20 مليار دولار سنويا من نفط العراق بسبب توقف حقول كركوك عن الضخ خلال العام الماضي والعام الذي سبقه. هذه الخسائر تضاف إليها خسائر في زيادة كلف المشاريع التي تدفق في العراق بسبب زيادة كلف التأمين التي تفرض على المشاريع، كون العراق يعتبر حاليا منطقة حرب.
النقل، القطاعات الصحية، كل القطاعات تضررت بفعل هذا الموضوع. إضافة إلى ذلك أعداد النازحين الكبيرة التي تزيد عن طاقة الدولة، والذين حاليا هم بحدود 4 ملايين نازح. هذه الأعداد الكبيرة بحاجة إلى مأوى، وبحاجة إلى تغذية، وبحاجة إلى سكن. وصراحة المجتمع الدولي لم يتدخل بما فيه الكفاية، ولم يقدم العون الكافي للعراق على الرغم من التأييد المعلن لجهود العراق في مكافحة الإرهاب، إلا أنه لم تمدد العون بالشكل الكافي للعراق، ولحد الآن لم ينفذ حتى متطلبات الحد الأدنى من الالتزام الدولي تجاه العراق الذي تعرض لموجة إرهاب قوية، ويعتبر خط الصد الأول للعالم كله في مكافحة الإرهاب. لذلك العراق يعني في درغم بعيدا عن تكلفة محاربة الإرهاب وتكلفة مثل تلك الصراعات، يعني نحتاج أن نضع يدنا على أرقام أو تقديرات معينة أو قطاعات تأثرت بالفعل. القطاع النفطي هو أكثر القطاعات تأثرا عندما توقف صادرات نفط حقول كركوك لمدة طالت على أكثر من سنة، واضطرار الحكومة العراقية إلى تصديرها عبر إقليم كردستان. هذه الخسائر بلغت 20 مليار. يعني هناك من يقول أن العراق خسر ما يقارب من 500,000 برميل يوميا نتيجة هذه الصراعات الأخيرة. يعني هل يمكن صحح هذا الرقم أو نؤكد عليه؟ الخسائر كان بين 400 إلى 450 ألف برميل يوميا، التي هي كانت قيمة الإنتاج من حقول كركوك عبر ميناء جهان التركي. أيضا هناك يعني خسائر أخرى تتعلق بقضاء البنوك التي كانت تمتلك أموال وودائع المواطنين في خزائنها، حيث استولى عليها داعش وكانت مبالغ كبيرة، إضافة إلى استيلائه على الأراضي الزراعية وعلى حاصلات الموسم بشكل كامل، إضافة إلى الاستيلاء على معدات ثلاث فرق عسكرية. هذه تجهيزة يعني بمليارات الدولارات من أسلحة ومعدات معظمها أمريكية الصنع وحديثة النوعية وحديثة التجهيز. الجيش العراقي أنفق العراق عليها عشرات المليارات من الدولارات. هذه كلها على العراق تعويضها من اقتصاده المتهالك حاليا بسبب انخفاض أسعار النفط. فأيضا أسعار النفط هي نتيجة مباشرة لما يحصل في العراق وفي المنطقة بشكل عام، حيث أن سيطرة داعش على حقول النفط أدى إلى بيعه النفط بالأسعار بالسوق السوداء بأسعار أقل من السوق العالمية، مما أدى إلى انخفاض أسعاره، بالإضافة إلى تصدير بعض الدول يعني يفرض عليها حصار بأسعار منخفضة للنفط، مما أثر على أسواق النفط العالمية. يا سيد الغمي، يعني هناك ملحوظة بسيطة أن العراق تصدرت في تقرير منظمة الشفافية الدولية في حجم الفساد العام الماضي والعام السابق، تصدرت يعني مرتبة عليا في حجم الفساد في الحكومة. هل هذا صحيح أو كيف يمكن أن نقيس تلك المؤشرات؟ هناك فساد كبير في مؤسسات الدولة العراقية، والسبب كون هذه الدولة حاليا هي دولة أحزاب وليس دولة مؤسسات. لذلك الأحزاب هي مكاسبها أو مصاريفها تأخذها من خلال عمليات هل يمكن أن تربط يعني هذا الدولة الدولة. لكن لو عدنا إلى تقرير منظمة الشفافية الدولية، فهو تقرير سياسي أكثر من كونه تقرير موضوعي، حيث أن يعني قياس نسب الفساد نعم هو تقرير يعني سياسي، لكنه يعتمد على مؤشرات اقتصادية ثابتة يعني نعم. مخرجات من الحكومة ومن التقارير الدولية يعني سهل قياسها، لكن هل يمكن أن نربط حجم الفساد هذا بصراع مصالح أو صراع قوى معينة نتيجة لصراعات؟ لا هو مجرد أي دولة تكون غير مستقرة أمنيا يصعب مكافحة الفساد فيها، لكنه كلما مالت الدولة نحو الاستقرار الأمني ونحو الاستقرار السياسي كلما قل الفساد فيها بسبب تفرغ أجهزة الدولة آنذاك لمحاربة الفساد، وكذلك تفرغ أجهزة منظمات المجتمع المدني والرأي العام لمكافحة آفة الفساد. لكنه في حالة دولة تعيش ظروف صعبة وتعيش حالة حرب مستمرة وتعيش صراعات سياسية، من الصعب جدا أن تحارب الفساد في ظل هكذا مناخ. حاليا فقط التوجه يعني يراد له الاستقرار الأمني ونحو التوافق السياسي. الآن واضح يعني الوضع الاقتصادي يقدم خسائر كبيرة اقتصادية وسياسية في سبيل التوقيع السياسي.
هي أكبر خسائر فعلا بعد سوريا. يعني السيد نايل الجابر لو يسمعني سيد نايل. نعم. يعني أنا أعلم لديكم بالخبرة في الشأن العربي والشأن السوري أيضا، هل هناك أرقام محددة عن حجم الأضرار الاقتصادية حتى الآن في سوريا؟ هناك من أكد أنها أكثر من 300 مليار دولار من بداية 2011 حتى الآن، لكن هل في أرقام معينة، هل في قطاعات، هل في وضع اقتصادي نستطيع أن نوضحه للمستمعين؟ هو بالنسبة للأرقام أكثر من 300 مليار، تحدد أكثر من 300 مليار بسبب الأوضاع المضطربة في سوريا. بالنسبة للقطاعات طبعا جميع القطاعات، لو تحدثنا عن قطاعات فلا نجعل قطاع أفضل من الآخر، جميع القطاعات تضررت في قطاع السوق في الدولة السورية بسبب الحروب. طبعا هذا اقتصاديا سوف يكون بعد، يعني لو قلنا ولو وقف الحرب لن يكون هناك 300 مليار بل أضعاف من 300 مليار دولار بسبب جميع القطاعات انتهت نهائيا في الدولة السورية. سوريا الجمهورية السورية انتهت كل شيء فيها، تكلمنا عن البنية التحتية، تكلمنا عن الأشخاص، تكلمنا عن الصحراء، تكلمنا عن التربية. أن نؤكد أن الوضع السوري أثر سلبا أيضا على دول الجوار من تحمل دولة مثل لبنان أو دحول أو الأردن، هل هناك تأثير اقتصادي سلبي أيضا على دول الجوار؟ بكل تأكيد تأثير اقتصادي سيء الدول الجوار مثل ما تفضلت أخوي محمد. بالنسبة إلى الأردن، بالنسبة لسوريا، صار الوضع سيء جدا للمواطن الأردني أو المواطن اللبناني. اتجه طبعا المواطن السوري طبعا بسبب أخذ الراتب الأقل أو أخذ المعيشة الأقل لكي يسد رمق يومه، أدى إلى ضغط على جميع المناطق مثل ما ذكرتها إما لبنان أو الأردن، فهذا يؤثر تأثير سلبي بالنسبة إلى الاقتصاد المحلي بالنسبة لدولة بالنسبة للبنان وبالنسبة إلى الأردن أيضا. بالنسبة إلى الاقتصاد هو تأثير سلبي حتى الآن الأوضاع، الوضع السوري، الوضع العراقي، الوضع اليمني مثل ما تفضلت، والوضع الليبي لا ننساه، جميعها تؤثر تأثير سلبي على منطقتنا ومنطقة الشرق الأوسط ودول الخليج العربي. يعني يمكن في هناك، يعني تعقيبا على كلام السيد نايل، يمكن هناك تقرير من البنك الدولي في ديسمبر 2014 نهاية العام المنصرم أكد أن دول الجوار وهي الأردن وسوريا، الأردن ولبنان، خسرت ما يقارب من 35 مليار دولار بسبب الحرب الدائرة في سوريا. هذا رقم واحد. لكن يعني أستاذ نصر من رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من اليمن، يعني هناك سؤال من أحد المستمعين حول هل هناك حجم معين لحولات أو تحويلات المغتربين اليمنيين خلال الفترة الماضية، وهل تأثر ذلك سلبا أو إيجابا بسبب الأحداث والصراعات التي حدثت في اليمن؟ بكل تأكيد تحويلات المغتربين واحدة من مصادر العملة الصعبة للاقتصاد اليمني، وكانت في حدود 3 مليار دولار سنويا وفق التقديرات، لكن الآن هناك قيود كبيرة على التعاملات المالية من وإلى اليمن، وبكل تأكيد هناك تأثير سلبي على هذه النسبة. أولا يعني من المعلوم أستاذ نصر، يعني في مثل الصراعات والأزمات الدولية يزداد تحويل المغتربين لذويهم في تلك الدول، لكن كيف أنها تأثرت سلبا؟ هل هناك سبب معين؟ نعم، تأثرت سلبا لأنه معظم وكثير من التحويلات من الخارج إلى الداخل عادة ما تكون لمشاريع استثمارية، لمشاريع سواء كانت متوسطة أو صغيرة أو مشاريع استثمارية كبيرة. الآن بسبب الأوضاع الراهنة في اليمن هذه التحويلات الكبيرة توقفت، نشطت ربما الحوالات المتعلقة بالمصاريف بالنفقات العادية للأسر أو لمساعدة أسرهم من المغتربين، هذه ما زالت مستمرة، وهناك آلية معينة رغم القيود المفروضة الآن للتعامل المالي من وإلى اليمن، هناك صعوبة كبيرة، لكن ما زالت التحويلات للأسر مستمرة، لكن تحويلات الاستثمارية هذه تكاد توقفت بسبب أنه الأوضاع توقفت بسبب توقف تلك المشروعات بسبب الوضع الأمني.
يعني أنا السيد عبد الملك باعتباره أحد المغتربين اليمنيين والنشطين في أمريكا، سوف أعطيك الفرصة للتعقيب على هذه النقطة، ولكن بعد فاصل إعلاني قصير ونعود إليكم. commercial break please. إذا كنت امرأة عاملة وتبحثين عن مكان آمن، بيئة صحية تعليمية وتربوية متكاملة لأبنائك، إذن لابد أن تزوري حضانة Dreamy Children Centers، مؤسسة تعليمية تربوية تقدم كافة الخدمات والبرامج الخاصة لأطفالكم من سن الرضا وحتى سن 12. تعمل Dreamy Children Centers لأطفالكم على مدار العام، وتقدم لأبنائكم برامج متميزة مع خدمات النقل والترفيه، مجازون من قبل ولاية ميشيغان، ويقبلون FIA وبرنامج مانتوسوري. تقدم وجبات غذائية صحية، أسعارهم مناسبة ومدروسة. تفتح Dreamy Children Centers من الاثنين وحتى يوم الجمعة من 6 صباحا إلى 6:30 مساء. اسألوا عن البرنامج التعليمي المجاني لعمر 4 سنوات، أو زوروهم على 37373 ديكوندر رود في مدينة تروي. للمعلومات اتصلوا على 248-680-9170 248-680-9170 Dreamy Children Centers، المدرسة الحلم لأبنائكم. It's never too early to get your child on the right track. From their first words to first grade, Dreamy Children's Center in Troy works closely with parents to provide an experience that goes beyond early education. The highly qualified and experienced staff use a variety of programs that can help nurture important personality traits like responsibility, independence, problem solving, motivation, and respect. They also have educational programs ranging from preschooling for infants, toddlers, transitional toddlers, and pre-K, to Montessori approved programs and bilingual curriculums for young children. They're open from 6 a.m. to 6:30 p.m., can provide breakfast, lunch, and dinner with snacks in between, and can also arrange for after-school pickup. Dreamy Children's Center in Troy is located at 37373 DeQuinder, just above 16 Mile Road, and can be found on Facebook at Dreamy Children's Center. Ask about the free preschool program. Call today, 248-680-9170, 248-680-9170. تابعوني، أنا محمد عبد الظاهر والاقتصاد اليوم في سوا على الهواء من ميشيغان وواشنطن، الثلاثاء الأخير من كل شهر. أهلا بعودتكم من جديد، وحلقة اليوم من الاقتصاد اليوم حول الصراعات في الشرق الأوسط وأثرها على خريطة الاستثمار في المنطقة. قبل الفاصل تحدثنا عن التحويلات المالية لليمن وكيف تأثرت سلبا على حد قول السيد مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي نتيجة للصراع الدائر في اليمن. معي السيد عبد الملك المثيب، وكاتب وصحفي وناشط سياسي ومغترب يعيش في الولايات المتحدة. يعني سيد عبد الملك، ما تعليقكم على هذه النقطة؟ ما طرحه الأستاذ مصطفى نصر أعتقد كلامه كان واضح ويلخص الأمر. المغتربين اليمنيين يمثلون واحدة من أهم الركائز، لا ربما أبالغ وأقول أنه أهم ركيزة اقتصادية يعتمد عليها اليمن، ولكن سأقول أنه من أهم الركائز الأساسية والرافد المهم للاقتصاد اليمني. حسب الأرقام، ليس هنالك دراسة تقدم رقم حقيقي لعدد المغتربين اليمنيين حول العالم، لكن هنالك حديث عن وجود 7 مليون مغترب يمني موجودين حول العالم. المعذرة. والمغترب اليمني بشكل عام معروف في كل بلدان العالم بأنه يركز تركيز أساسي وكبير جدا على رفد بلده بكل مدخراته، بكل ما يكتسبه من أموال في المهاجر. نعم هنالك تأثير غير عادي موجود الآن يؤثر على حوالة المغتربين من ناحية أمنية، من ناحية أمنية في الأوطان التي يتواجدون فيها.
هنالك للأسف الشديد خلال السنوات الأخيرة، مثلا أنا أتحدث عن حالة المغترب اليمني في الولايات المتحدة الأمريكية، يسألون عن معلوماته الدقيقة ويريدون منه أن يقدم رقما معينا لمدخوله الشهري، لمدخوله السنوي ماليا، ولمن يحول هذه الأموال. هنالك الكثير من الأسماء الموضوعة على قائمة الاشتباه. بعض المغتربين تتوقف أموالهم على بعض الشركات التي تقوم بتحويل الأموال في الداخل. أيضا في داخل اليمن هنالك أيضا اشتباه حول أسماء معينة، لمن تذهب هذه الأموال. كل هذه الأشياء أدت في الفترة الأخيرة إلى قيود لم يكن المغترب اليمني يفكر فيها. للأسف الشديد أن عجلة الاقتصاد فيما يخص مثلا اليد العاملة أديرت أو تم تحريكها من خلال أموال المغتربين. المغترب اليمني يفكر تفكير غير عادي في بناء منزل له، في استثمارات كثيرة في بلده، ويتابعها وهو في المهجر، لأنه يضع في حسبانه أنه سيصرف قدرا من عمره، قد يكون 20-15 سنة، يركز أن يضع هذه الأموال التي يحصل عليها في استثمارات تعود إليه بحياة آمنة فيما تبقى له من عمر. وللأسف الشديد الآن مثلا خلال الأزمة الراهنة الآن في البلد، وإدخال الحوثيين في قائمة الإرهاب من قبل بعض الدول، وأعتقد أن ذلك سيتم في المستقبل، هذا سيؤدي أيضا إلى فرض مزيد من القيود التي تؤدي إلى بالفعل في بلد في ظروف الحرب سوف يؤثر ذلك سلبا على تحويل لأشخاص معينة أو جماعات أو مجموعات داخل اليمن. يمكن تعقيبا على كلام سيد عبد الملك، يعني هناك منظمة يمني المهجر يعني أكدوا أن استثمارات المغتربين اليمنيين تقارب استثمارات أحدد استثمارات وليس التحويلات تقارب 100 مليار دولار، في حين أن التحويلات المغتربين سنويا تصل إلى 5 مليارات دولار. هذا رقم ضخم وبالفعل يصب في شريان الاقتصاد اليمني. يعني سيد عبد الملك نستمر معك في حوارنا. لو الآن من يدفع فاتورة إعمار مناطق الصراع في الشرق الأوسط؟ لو تحدثنا من جانبكم عن اليمن، من يتحمل فاتورة إعمار اليمن؟ أعتقد أن الآن مثلا الآن حتى نكون واضحين في مسألة. سيد نايل هناك صدى صوت خلفك. سيد نايل تفضل. أستاذ عبد الملك، أعتقد الآن من يتحمل مسؤولية إعادة إعمار البلد أو مسؤولية تحريك الاقتصاد في البلد أو مسؤولية حتى إعالة الشعب اليمني؟ أعتقد الآن يمكن أن من وجهة نظري أن أقسم الأمر إلى شقين أساسيين، على دول التي الآن تحالفت فيما يسمى بعاصفة الحزم أن تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية ومسؤوليتها القانونية في إعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب هناك. على مستوى الداخل أنا من أعتقد أن القوى السياسية في الداخل وخاصة علي المخلوع علي عبد الله صالح والحوثيين عليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم الدينية والأخلاقية والإنسانية في أن يتوقفوا عن مغامراتهم داخل البلد، وعليهم أن يدركوا أنهم يقودون الحرب، أنهم يقودون البلاد إلى انهيار اقتصادي غير عادي أثر تأثيرا كبيرا على المواطن اليمني في كل جوانب الحياة. عليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم في هذا الجانب. من خلال الآن هم يتحدثون أنهم يحاربون الفساد وأنهم يعملون كذا وكذا. الآن مثلا على مستوى النفط في البلد تم منع المواطنين حسب ما أقرأ وحسب ما أطلع من الحصول على النفط واستثماره فيما يسمى بالمجهود الحربي. هذه كيف يمكن للبلد، كيف يمكن للناس أن يعيشوا بدون نفط؟ كيف يمكن لهم أن يتحركوا؟ كيف يمكن وصلت الفكرة أستاذ عبد الملك بخصوص الشأن اليمني، لكن إذا توجهنا على الشأن العراقي سيد درغام، من يتحمل فاتورة إعمار العراق في عجالة في دقيقة واحدة؟ المفروض أن كل المجتمع الدولي عليه أن يدعم العراق ماديا، سواء على صعيد إعادة الإعمار وكذلك على صعيد توطين النازحين وتعويضات المتضررين من الحرب والعمليات الإرهابية. كون المجتمع الدولي جميعا بجميعا هو معني بمكافحة الإرهاب
وهو دعم العراق في قرارات مجلس الأمن وكذلك من خلال المواقف الدولية. لذلك المواقف وحدها غير مجدية بدون دعم مادي، وهذا الدور المجتمع الدولي الذي دور أن يقف مع العراق. لكنه بصورة عامة صراحة المجتمع الدولي غير معول عليه بشكل كامل، حيث أن العراق عليه أن يقف نفسه بسبب أنه إحنا جربنا المجتمع الدولي في السابق وخذلنا كثيرا. لذلك يعني لا ننتظر من الميت أن يصحب. إذن الجهود الذاتية في العراق وحكومة رشيدة وبعيدة عن الفساد هو أمل في إعادة إعمار العراق. سيد نايل، يعني لو تحدثنا عن الاقتصاديات الخليجية، الدول الخليج التي أشار إليها السيد عبد الملك أنها هي المفترض أنها تدعم وتعيد بناء اليمن، وأنا بالفعل يعني قرأت منذ تقريبا أسبوع أن هناك جهود سعودية في عمل جدول زمني خلال 4 أعوام لضخ ما يقارب من 4 مليار دولار استثمارات في البنى التحتية اليمنية. كيف تحدثنا عن الاستثمارات الخليجية لإعادة إعمار بلد مثل اليمن؟ بسم الله. بالنسبة لإعمار اليمن، هو إعمار لليمن مثل ما تفضلت، اتجهت الدول الخليج لإعمار اليمن واتجهت إلى مراحل. طبعا هذه المراحل سوف تكون في تقدم، طبعا مش فقط بس المملكة العربية، جميع في دول الخليج اتجهوا إلى الاستثمارات في اليمن، وسوف تكون هناك إعمار وبدء الإعمار باليمن لكي تكون هناك يمن سعيد إلى جميع اليمنيين وأيضا إلى جميع العرب الموجودين في الداخل أو في الخارج. اليمن السعيد من سعادتنا كلنا، واجبنا أن نكون هناك على إعمار اليمن. دول الخليج اتجهت في البداية، وعلينا نحن أيضا كأشخاص أن نتجه إلى أيضا إعمار اليمن وجميع الدول العربية. نعم سيد نايل تسمعنا؟ سيد نايل؟ نعم. أوكي. سيد مصطفى نصر، يعني في عجالة أيضا في دقيقة واحدة، من المسؤول عن إعمار مناطق الصراع وخاصة اليمن؟ اتفق مع الأستاذ عبد الملك المثيل، هناك مسؤولية على دول الإقليم، الدول المجاورة، الدول الخليجية وغيرها، وأيضا هناك مسؤولية دولية في إعادة إعمار اليمن خلال المرحلة المقبلة، ومسؤولية أيضا على الأطراف المحلية. كنا نقول خلال الفترة الماضية أن دول الخليج لا سيما السعودية مسؤولة كثيرا عن اليمن، كون الأمن، يعني الأمن الاقتصادي والأمن بصورة عامة هو أمن مشترك. واليوم يعني كل هذه الدول تدفع ثمن هذا الإهمال خلال المرحلة الماضية في أن يطور اليمن أو أن يؤخذ بيده من الدول المجاورة لأن يصبح فعلا دولة مستقرة اقتصاديا ودولة مستقرة سياسيا. عادة الاستقرار السياسي هو بوابة كل بوابة الاستقرار الاقتصادي ومقدمة له، وبالتالي لابد من أن يتم ترتيب الوضع سياسيا وترتيب الوضع اقتصاديا. شكرا سيد مصطفى نصر، لكن يعني السيدات والسادة يداهمنا الوقت، ولا يسعني إلا توجيه الشكر والتقدير لضيوفنا الكرام في حلقة اليوم. من العراق السيد درغام محمد علي رئيس مركز الإعلام، وفي الاستوديو من ميشيغان عبد الملك المثيل الكاتب الصحفي والناشط في أمريكا، ومن دبي السيد نايل جوابره المحلل المالي، ومن اليمن أيضا السيد مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات الإعلامية والاقتصادية والخبير في الشأن اليمني، ومعكم دائما محمد عبد الظاهر. شكرا لكم جميعا، وفي رعاية الله وحفظه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.